أصدقاء كيفكم؟ طبعا أفتار وورد زودوها مرة معانا هذه اليومين، مرة زودوها بالبيت ولا أي تحديث، ما يهم إنه يكون تحديث البيت خلاص، إذا أنتم مشغولين في تحديث البيت نزلوا لنا أي تحديث وبعدين نزلوا لنا تحديث البيت. فاليوم قررت إني أعمل لكم تجربة جديدة. طبعا اليوم رحت على لعبة افاتار وورد. هي كمان اول ما تكتب افاتار وورد في السوق، يعني سوق بلاي او حق تبع الايفون، ما ادري شو اسمه، المهم تكتبي افاتار وورد تطلع لك هذه اللعبة، ولعبة افاتار وورد الاصلية والثانية هذه. فاليوم انا قلت راح اجربها هذه النسخة من افاتار وورد، مرة تجنن. فاذا ما انت مشترك في القناة اشترك في القناة، خلينا نوصل 10,000 مشترك، وان شاء الله ينزل التحديث اليوم، اول يوم ينزل التسريب وبكرة ينزل التحديث، المهم اي شيء. بحس انهم مرة سحبوا اسبوعين وعليها مرة زيادة. فيلا نشوف اللعبة. اوكي، زي ما انتم شايفين هذه هي اللعبة. طبعا هنا الالعاب اللي تشتغل من غير نت هذه مرة جوي، ما احب الالعاب اللي تشتغل بالنت لانه النت احيانا يكون ضعيف. ومرة روبلوكس تحن لي فترة، ترى ابغى ادخل العبها وما اقدر العبها. انتم شايفين هذه هي اللعبة، يعني لسه هي جديدة مرة في بداياتها، ما في لسه اشياء كثيرة. شوفوا هنا محل الحيوانات يشبه نفس اللي عندنا، وهذا يشبه البيت اللي عندنا، وهذا المول برضو بس عليه مختلف شوية. برضو شوفوا هنا ايه عاملين، انهم راح يضيفوا اشياء وزي كده، بس انه هي لعبة حلوة احس، بس ما ادري. اوكي وش، خلينا نشوف الشخصيات. انا هذه عملتها هيك بس. اوكي شايفين الشخصيات كم؟ اذا كان عندك نت تتوقع تشغل الفيديو ويدوك شخصية رابعة، يعني هذه مجانية مو زي افاتار وورد الاصلية. اوكي خلينا نشوف، شايفين هذا الجسم، لون البشرة نفس افاتار وورد بالضبط. اوكي ما بهذا اللون، بس هذه قصة حلوة. خلينا اسوي قصتي. اوكي شعر كذا لونه، يسألك اذا كنت تبغي او لا، انا ابغاها. طيب شعر من ورا كذا بخليه، وكيوت والله، والله حلوة اللعبة، ترى اللعبة مرة حلوة والله. يا بنات يا صبايا ويا بنات ويا اولاد كلكم اللي بتلعبوا الالعاب، شوفوا هنا الفراشات، واو نفس حق افاتار وورد شايفين. هذول من جد نسخوها بالضبط، بس هنا في عندهم هم ملابس خاصة بيهم. حلو يعني انهم سووا شيء يعني مختلف. اوكي ايش البسها؟ انا محتارة ايش البس. خليني البسها هذا. لا 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 لا، هذا اللي زي ما قلت لكم شغل الفيديو وبعدين البسوه، وانا ما ابغى يحملني، انا مقفل النت اصلا. اوكي هذا حلو. طيب نشوف اللي تحت. هنا في قبعات كمان يا حبايبي، وشوفوا تقدروا تغيروا اللون. حلو حلوة حلوة والله اللعبة، مرة تشبهها. اوكي نشوف هذا، يس. طيب نشوف ايش نلبسها من تحت. حبيت. يس اوكي، الحين نلبسها شوز نبرامج. طيب ايش نلبسها؟ هذا ممكن، ممكن هذا، بس هذه الأشياء اللي هم حاطينها طبعا في الملابس وال، واو حبيت شخصيتي. طبعا الحين راح أعمل زيها بالضبط. أوكي هذا البيت حقهم، خلينا نشوف البيت. والله مرة اللعبة ترى عجبتني الصراحة يا جماعة، إذا كنتوا حابين إني ألعب زي كذا ألعاب أكتبوا لي التعليقات. واو شايفين بيتنا، يا سلام على بيتنا، ايش بو كده مكركب البيت، يلا نظف البيت بسرعة يا حرمة.
اوكي دحين راح انظف، وانا قاعده اعمل لك الغداء، انت نظف على بالهم. اقول اترك اللي في يدك بسرعه عرفت. دخلت جو، واو شايفين؟ لا 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 والله حبيت حبيت والله التقليدة الحلوة. والله حبيت، شوفوا شوفوا أكلهم كيف، شوفوا الفطور، واو مرة عجبني. هنا في تعابير وجه، شوف كيف. أوه هي معصبة الحين خلاص، قالوا لها رتب البيت، مرة معصبة. واو شوفوا كيف حلو، واو والله مرة تجنن. أشوف أقدر أساعد، والله هذول مرة مقلدين في تار وورد، مرة مرة بس حلوة والله اللعبة برضو. يعني في إضافات لهم هم خاصة، يعني مو نفس حقة في تار وورد. هو أقدر أشيلها كمان، يا سلام خليني أحطها هنا. طيب شايفين والله مرة حلوة، تقدر تقفل الشباك وتفتحيه، تقدر تاخد الكتب، حلو تقفل التلفزيون. هذا هنا مدري، وهذه كورة، وهنا شوفوا واو هنا حاطين شوفوا شوزات حلوة شايفين. والله حلو، شوف هنا في مظلة ما اقدر اشيلها. نشوف الدور الثاني، تضغط كذا ويوديك على الدور الثاني، نشوف ايش فيه في الدور. واو 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 شوفوا كيف، والله مرة تجنن. شوف الحمام، نفس الحمام اللي تحت اللي في هذيك اللعبة، قصدي اللي يكون تحت بس مو فوق. واو والله مرة حلوة اللعبة، كيوت جنن والله مرة. شوف كده هذا كده، خلينا نجيب أصدقاء. واو في ناس، مو شخصيتي، لا مو بو مو شخصيتي اللي توي سويتها فين؟ هي هي عرفت كيف تجيبوها. شوفوا إذا تحطوا لها أصدقائها هنا هنا هنا، واو شوفوا إذا تحطوا ناس معاها، هذول عيلة قصدهم ولا إيش؟ شوفوا ها خلاص كده، دول صغار كلكم، يلا مو باكم أجلس، حياك الله تفضل. شوف الجلسة. واو شوف نشوف نجرب، خليها تاكل. حلو حلو والله، والله حلو اللعبة ترى. يقدر يشرب؟ ما يشرب، ايش هو هذا؟ ما يشرب، بس صاحبة البيت يمكن هي اللي تشرب، ما يبغى يشرب. المهم بكيفكم مع نفسكم، انا معصبة. هما الاثنين معصبين، شايفين؟ شوف الكرسي اللي عندنا هناك بافاتار وورد، والهذا تعجزي شبه ما تبي تجلس. ايوه شايفين نفس الكرسي والهذا. حلو، شوف في ملابس، واو والله عجبتني اللعبة. خلاص اذا تبغوا نعمل جولة تانية او مقارنات اكتبوا لي بالتعليقات. اوكي خلينا نروح نشوف مكان تاني، مو دحين بعدين نقيمكم ان شاء الله. نشوف هذا البيت ايش فيه له، انا اتوقع انه نزلوه قريب مع يمكن تحديث راس السنة وزي كذا، فنزلوا هذا البيت اللي لونه احمر. واو طيب اذا خلصنا من الكريسماس ايش راح يصير؟ يعني راح يغيروه ولا ايش؟ والله حلو 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 مرة، يجوني شوف الملابس اذا تبغاها تحتفل. مرة حلو، شوفوا هنا التغير الثلج، هنا في ألعاب شاتها ولا أي هدايا، ما أدري مفاتيح الهدايا طبعا، ولا هذا محل ما أدري والله، بس هنا في سرير ما حيكون محل بيت. شو هنا الكرسي، يا سلام مرة حلوة اللعبة. اكتبوا لي في التعليقات تقييمكم للعبة، والله حلوة. أنا دحين أخذتكم جولة بس كده على السريع، خلينا نشوف المول حقهم إيش في بالمول حقهم. واو والله مرة حلو، شوفوا في له ملابس، في له شنط. من شخصيتي يعني كأنا، تعالي خلينا نقضي ملابس بسرعة، يلا خذي الشنطة هذه.
ما تشيلها ما تشيلها. المهم شايفين هذا هو شوفوا المحل حق البرجر، والله نفسه. شوف شوفوا، نفسها 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 بالضبط، يعني مرة تشبهها، مرة 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 مرة، وتجنن كمان، حلوة يعني ما هي سيئة. طيب ايش باقي؟ ترى هم كلها كم، 1 2 3، 3 أماكن مفتوحة. ونشوف هذا البيت حق الهيلوين، طبعا هذا الشكل نزلوه كمان برضو قبل البيت اللي لونه لون احمر. واو شوفوا شوفوا كيف، واو اي لاف ات. لا لا والله مرة حلوة. شوفوا انا عملت لكم جولة سريعة كده، بس اذا تبغون نلعبها اكثر واكثر اكتبوا لي بالتعليقات. شوفوا ايش يقولوا لي، ايش تسوي هذا الشيء. واو شوفوا المكان اللي تحت، واو والله مرة حلو، والله مرة تجنن اللعبة. وين اذا ترجع تطلعي كمان مرة ثانية. اوكي، مرة حلوة اللعبة الصراحة. انا اعطيها هذه اللعبة، هي قلدت، لو ما قلدت يمكن اعطيها 10 من 10، بس لكن لانها قلدت بعطيها اقل. وانتوا اكتبوا لي كمان في التعليقات كم تعطوها. بالله في بيت احد كده يخوف. هنا الباص، هنا ايوه انا شفت هذا المكان. بس والله هذه هي فكرتي لليوم. في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وقولوا لي ايش رايكم في اللعبة، عجبتكم ولا عجبتكم ولا ما عجبتكم. انا الصراحة مرة حبيتها وعجبتني، واكتبوا لي كم نسبة الشبه بينها وبين افاتار. وباي باي.